منذ دقائق بسيطة، وسيارات الإسعاف كانت لا تزال في حركة نشطة في ذهاب وإياب من مجمع الشفاء الطبي إلى حي الصبرة، يمكن القول جنوب مدينة غزة بالتحديد، حيث الغارة الإسرائيلية التي كانت على أحد المنازل في تلك المنطقة وأحد المساجد أيضا، حيث أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه، خلفت من جراء هذه الغارة الإسرائيلية المزيد من الإصابات والشهداء الذي لم تعلن عنهم وزارة الصحة حتى الآن، لأن الإحصائية لم تجهز، وهناك مشكلة كما قالت الوزارة في جمع هذه الإحصائية بسبب عدم وجود إنترنت منتظم منذ الأمس ولا تواصل أيضا بين المحافظات، فبالتالي تتأخر الإحصائية. ولكن ما رأيناه ورصدناه من خلال كاميرا الغد أثناء وجودنا، شاهدنا هناك أطفال وهناك نساء، هناك شهداء من ضمن هذه الغارات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على هذا المنزل، والذي كان قد سبقه غارات على منطقة الصحابة وغارات أخرى في منطقة الكرامة بحزام ناري في تلك المنطقة. إضافة إلى ذلك نتحدث عن استهداف كان في منطقة حي الشيخ رضوان الذي شاهدنا أيضا فيه مشاهد صعبة وقصص إنسانية من الصعب أن نختزلها بكلمات بسيطة، فما شعرناه ورأيناه تعجز عن وصفه الكلمات. نتعرف أكثر عن، بما أننا نتواجد في مجمع الشفاء الطبي، نتعرف على آخر الإحصائيات وأيضا على ما مدى جهوزية الوزارة في استمرار هذه الغارات مع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة. دكتور، غارات جديدة، شهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، نتحدث عن الإحصائية وطبيعة الإصابات. بسم الله الرحمن الرحيم، لليوم الرابع على التوالي، واليوم ندخل اليوم الخامس لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يستهدف بشكل مركز الأحياء السكنية، يبيد أحياء سكنية كاملة في قطاع غزة، حيث أن عدد الشهداء ارتفع لما يزيد عن 900 شهيد حتى اللحظة، منهم 260 طفلا ومنهم 230 سيدة، إضافة إلى 4500 جريح قبل هذه الاعتداءات الأخيرة التي لا زالت تتوافد تبعاتها إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات قطاع غزة، وبالتالي سيفجع العالم أمام هول هذه المجازر الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا، حيث يستهدف البيوت الآمنة على رؤوس ساكنيها في مختلف مناطق قطاع غزة. الأمر يستدعي أن يكون هناك موقفا حاسما من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات ووقف هذا السفور والعنصرية التي يجابه بها أبناء شعبنا. نحن في وزارة الصحة رصدنا أن هناك انتهاكات بحق الأطفال والنساء والمسنين، حيث وصلت الضحايا سواء الشهداء أو الجرحى بتفتت في جميع أجزاء الجسم أو بتر في الأطراف السفلية والعلوية، إضافة إلى حروق مختلفة وجروح غائرة، وكذلك أيضا انتشار للشظايا في كافة أنحاء الجسم. وهذا الأمر يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة العسكرية المفرطة والمتنوعة مع أبناء شعبنا، ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذه الاعتداءات المتكررة ضد أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. يعني ربما نفهم من كلامك دكتور أنكم لاحظتم على هذه الإصابات وأيضا الشهداء من خلال تمزق أجسادهم وحرقها في بعض المناطق، أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا. الدفاع المدني كان قد قال بأنه رصد استخدام مثلا الفوسفور في هذه الغارات، ماذا عن هذا الأمر؟ الاحتلال الإسرائيلي في حربه المفتوحة على قطاع غزة خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة، وهو لا يأبه بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من المعاهدات الدولية التي تجرم هذه الممارسات، إلا أنه يقوم باستخدام كل ما لديه من قوة عسكرية تجابه بها الأطفال والنساء والبيوت الآمنة، وبالتالي لا نستغرب على الإطلاق أن يستخدم الاحتلال الإسرائيلي كل ما يستطيع ويتغول فيها على أبناء شعبنا، ولكننا حتى اللحظة لم تصلنا أي من الحالات التي تسمى بالفسفور الأبيض، ولكننا لا نستبعد ذلك أبدا. ولكن دكتور ختاما، لو تحدثنا عن جهوزيتكم منذ اليوم الأول،
شركة توزيع الكهرباء قالت بأن قدرتها الاستيعابية فقدت 80% من هذه القدرة وتعمل ب 20%، وأنتم حذرتم من كارثة إنسانية يمكن أن تتفاقم إذا ما استمر هذا الأمر. بعد دخولنا في اليوم الخامس، ما مدى جهوزيتكم؟ كيف يمكن أن تكملوا هذا المشوار إذا ما استمرت هذه الحالة؟ بالتأكيد نحن رفعنا الجهوزية إلى الدرجة القصوى، ولكننا بتنا قلقون جدا إذا ما يحدث من تحديات أمام الطواقم الطبية، خاصة مع إعلان شركة توزيع الكهرباء عن توقف محطة توليد الكهرباء غدا صباحا أو ظهرا، وعدم إمداد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، وأيضا قطع المياه عن قطاع غزة. هذا الأمر ينذر بكارثة صحية وبيئية في قطاع غزة. الأمر يتطلب أن يكون هناك خطط بديلة لكي تدفع بالقطاع إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية والبيئية خلال هذا العدوان الإسرائيلي. نحن في وزارة الصحة نستخدم الخطة التي تستجمع كافة قدراتنا الدوائية واللوجستية وكذلك أيضا البشرية رغم محدوديتها في إطار إطالة أمد الخدمات المقدمة لجرحى العدوان الإسرائيلي، ولكن هذه الخطة لربما لن تصمد معنا طويلا إذا ما اشتد هذا العدوان وإذا لم تصل الإمدادات الكافية للمنظومة الصحية في قطاع غزة. هل أتاكم أي رد من أي من المؤسسات التي خاطبتموها؟ أنا حتى هذه اللحظة هناك بعض المؤسسات التي استجلبت بعض الإمكانيات والمقدرات البسيطة والتي تعتبر جزء من احتياجاتنا الطارئة، ولكن ما نحتاجه هو كثير جدا أمام هذا التغول الإسرائيلي. وبالتالي نحن نناشد الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإنسانية أن تتحرك بشكل عاجل وأن يتم فتح ممر آمن تجاه قطاع غزة للسماح بدخول الوفود الطبية والقوافل الإغاثية الطبية، والسماح أيضا بخروج جرحى ومرضى قطاع غزة باتجاه المشافي التخصصية خارج قطاع غزة. شكرا لك دكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. إذا أحمد، يعني هذه الحالة ببساطة بكل تجرد دون زخرفة الكلام، الوضع كارثي مأساوي يزداد مفاقمة عندما نتحدث عن استمرار هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف، ويزيد الطين بلة عندما نتحدث عن استهداف لمنازل المواطنين الآمنين فوق رؤوس أصحابها وساكنيها دون سابق إنذار. الأعداد في ازدياد ما بين الشهداء والإصابات، وللأسف أغلبهم من الأطفال والنساء. نعم.